الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج الإسلام والحياة. هذا البرنامج يبث على الهواء مباشرة من قناة الليبية الفضائية. إن عبادة الله تسع حياة الإنسان كلها، وهذا المعنى الشامل للعبادة هو حاجة تقتضيها حياة الإنسان وآماله فيها وآلامه بها، حاجة الإنسان إلى ركن شديد يأوي إليه وإلى سند متين يعتمد عليه إذا ألمت به الشدائد وحلت بساحته الكوارث، ففقد ما يحب أو واجه ما يكره أو خاب ما يرجو أو وقع به ما يخاف. حتى هنا تأتي عبادته لله عز وجل مع صحة اعتقاده في الله وفي عدله وفي رحمته، فتمنحه القوة عند الضعف، وتمنحه الأمل في ساعة اليأس، والرجاء في لحظة الخوف، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. عبادة الله تهب له الصحة النفسية والقوة الروحية، فتشيع في كيانه البهجة ويغمر روحه التفاؤل، وتتسع في عينه دائرة الوجود، وينظر إلى الحياة بمنظار مشرق، ويهون عليه ما يلقى وما يكابد في حياته القصيرة الفانية، ويجد من العزاء والرجاء والسكينة ما لا يقوم مقامه ولا يغني عنه علم ولا فلسفة ولا مال ولا ولد ولا ملك المشرق والمغرب. عن ثمرات العبادة وأسرارها وكيف نترجم المفهوم الصحيح للعبادة في واقعنا اليوم، يسعدنا ويشرفنا أن يتجدد اللقاء في هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، عضو هيئة التدريس بجامعة الفاتح طرابلس قسم الدراسات الإسلامية. وحتى نستثمر الوقت ننتقل وإياكم إلى صاحب الفضيلة فنقول له أهلا ومرحبا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا ونفعنا الله بعلمكم. أهلا وسهلا بك شيخ صادق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم العبادة بمعناها الشامل الكامل للمسلم تشمل كل عمل نافع يعمله الإنسان لحياته ولمعاده لصالح نفسه ولصالح غيره، فكل عمل يعمله الإنسان إذا أخذ من حيث إن الله تعالى أمر به أو نهى عنه أو أباحه فهو عبادة. فالزارع في مزرعته عابد لله، والتاجر في متجره يعمل عبادة لله، والصانع والمدرس في الفصل والطبيب في المستشفى، وكل إنسان أسند إليه عمل في وظيفة أو غيرها إذا أخذ عمله من حيث إن الله تعالى أمر به إذا كان يؤدي واجبا، إذا فعله وعمله بهذه النية فهو في عبادة. وإذا كف نفسه عن محرم ومن حيث إن الله تعالى نهاه عنه فهو في عبادة. بل إن المباحات والطاعات التي يفعلها الإنسان كل يوم في حياته من أكل وشرب وقيام وقعود وجلوس ومصاحبة الناس، كل هذه الأعمال وكل هذه الأفعال إذا نوى الإنسان بها أنه يفعلها لأن الله تعالى أباحها له فهو في عبادة. فهذا المفهوم الشامل الكامل للعبادة
للأسف خفي عن كثير من المسلمين واقتصر دور العبادة على المسجد، قصر كثير من المسلمين لعبادة الله تعالى وقصر دورها على المسجد وأخرجها من حياته الأخرى في كل نشاطاته، فلا تجد للعبادة أثرا في ذلك. وهذا مفهوم قاصر خاطئ من أهم الأسباب التي أدت إلى انحطاط المسلمين وتخلفهم. فلا تجد عند كثير من الناس أثرا للعبادة في مناحي حياتهم المختلفة، لا تجد لها أثرا في التجارة ولا في الصناعة ولا في الكسب، ولا تجد لها أثرا في المستشفى وعند الطبيب، ولا أثرا لها عند المحامي ولا عند القاضي في المحكمة. يخفى هذا المعنى، معنى العبادة على الناس في كثير من شؤون حياتهم، ويظنون أن ما يفعلونه هو مجرد أعمال هكذا يفعلها طبقا للواجب الذي يأخذ عليه مرتب ويأخذ عليه معاش، وينسون أن هذا العمل من الأعمال العظيمة التي يؤجر الإنسان عليها. فمثلا من الآثار السلبية لهذا المفهوم الخاطئ في العبادة أن الناس جاروا، عامة المسلمين جاروا غير المسلمين في كثير من معاصيهم، ولكن زادوا عليهم بسيئة أخرى هي قاسمة الظهر فيما يتعلق بانحطاطهم وتخلفهم. هذه المسألة التي اختص بها المسلمون هي عدم الانضباط في حياتهم، عدم الانضباط في سلوكهم فيما يأخذون وفيما يعطون وفيما يتصرفون. فغير المسلمين أحسوا بأهمية الانضباط وفوائده، ولذلك نشأوا عليه أولادهم وأشربوا حبه لأنفسهم وفي قلوبهم، وشرعوا له من القوانين ما يحفظه وطبقوها بصرامة على الرئيس وعلى المرؤوس وعلى الصغير وعلى الكبير. فتقدمت بذلك أمورهم والدنيا صارت في أيديهم، وتقدمت عندهم العلوم وكثر عندهم الإنتاج واخترعوا المخترعات، وأصبح المسلمون الذين كان ينبغي أن يكون هذا الأمر عندهم لأنه عبادة تخلفوا عنه، وصار الانضباط عندهم لا يساوي شيء. وبذلك شيخ نقدر نقول يعني أثر الفهم الخاطئ على حياة المسلمين اليوم. أثر هذا الفهم الخاطئ أنهم جعلهم في ركب الأمم. وكما ذكرت جزاك الله خيرا، هو الإسلام جاء ليبين للمسلمين صناعة الحياة، يصنعوا هذه الحياة. معنا اتصال شيخنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، يمكنكم الاتصال عبر الأرقام مبينة على الشاشة. معنا اتصال أحمد محمد بوشعار، تفضل يا محمد. محمد بوشعالة، نعم، السلام عليكم. طيب قطع الاتصال. طيب شيخنا، هذا المفهوم الشامل اللي تحدثنا وتوسعت فيه جزاكم الله خيرا، نريد النتائج أو الثمرات سواء كان ثانوية يعني ينعكسها على الإنسان نفسه، يعني هذا المفهوم ثمراته يستفيد منه الإنسان نفسه. ما هي الثمرات أو المقاصد سواء كانت أصلية أو مقاصد تبعية لمفهوم العبادة بالمعنى الشامل على حياة المسلم وحياة المجتمع المسلم؟ نعم، قبل هذا يعني قد يقول قائل هذا المفهوم الشامل العام الذي أضفيتموه على معنى العبادة ما الدليل عليه؟ نعم، أقول الدليل عليه 56 آية من كتاب الله تعالى. نعم، فالقرآن ذكر في 56 موضعا أن العمل، أن الإيمان الذي يدخل الجنة هو مقرون بالعمل الصالح. ذكر القرآن ذلك وكرره مرارا وتكرارا، فكأن الإيمان والعبادة وحده